والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. زينب عبد الوافي، خريجة دار الحديد الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بمدينة الرباط، وحاصلة على الدكتوراه في جامعة وجدة. عنوان الأطروحة هو إسهامات المرأة المغربية في العمل الاجتماعي، والآن الحمد لله ولجت مهنة التوثيق العدلي بعدما مررت بالتدريس في جامعة محمد الخامس كأستاذة مساعدة. تشرفت بمعرفتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا الحوار إلى توضيح وبيان وثيقة الزواج وبيان الأدوار ديالها والأهمية ديالها والاختصاصات السادة العدول وبخاصة النساء. نعم، بالنسبة للمهنة، يعني زينب كانت ترى مهنة التوثيق العدلي بشكل ضيق، لم أكن على علم باختصاصات الواسعة للسادة العدول. فعندما ولجت المهنة تعرفت على اختصاصات العدول ليست فقط في الأحوال الشخصية، وإنما اختصاصات في المجالات المدنية، التجارية، العقارية. وأرجع إلى سؤالك، يعني الزواج عند العدل. نعم، أقول بأن العدل يجب أن ينتقل من مرحلة توثيق الزواج الذي يكون عبارة عن مسطرة إدارية محضة إلى الدخول في القضايا والشأن الأسري عن طريق تأهيل المقبلين على الزواج. لماذا أقول تأهيل المقبلين على الزواج؟ كما قلت سابقا في التعريف بالزواج، حتى يكونوا على إدراك ووعي بالمسؤولية وبالأمانة التي هي على عاتقهم، وحتى يعملوا بها بنجاح دون أن يسقطوا في التفكك أو في الخصومات والنزاعات التي نحن في غنى عنها، لأن مقصد الزواج في الأصل هو مقصد سكن ومودة ورحمة. نعم، أريد أن تكون مقاربة العدل لقضية الزواج بعمق، ليس كما قلت سابقا هي عبارة عن وثائق وأوراق، وإنما ننتقل إلى ما هو أخلاقي، ما هو تربوي، ما هو إصلاحي، عن طريق تشجيع العدول على تأهيل هؤلاء المتفقين الذين يجون مكاتبنا أولا. وإن شاء الله عز وجل نود أن يكون للعدل وبخاصة النساء، لأنهن أقرب إلى قضايا المرأة، أن نعزز يعني المهنة وجسدنا المهني بقضية الوساطة الأسرية، ونعرف أهمية الوساطة الأسرية الآن في تحقيق كما قلت التوازن الأسري، التوازن النفسي، الاستقرار العائلي، وخفض معدلات الطلاق، لا الطلاق القانوني أو حتى الطلاق العاطفي الذي يعيشه الزوجين داخل بيت الزوجية. لأن قلت سابقا هناك مبادئ وقيم للزواج يعني أعطاها لنا الشرع، يجب أن نقف عندها ويجب أن نتمثلها في سلوكياتنا ومعاملتنا حتى نحقق كما قلت، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته بخلق عظيم ومحبة، وكانت البيت النبوي تسعه يعني سكينة وتسعه طمأنينة، كما يجب علينا أن نكون يعني أجمعين يد واحدة أمام كل من يترصد للأسرة، للزوجية الحقة بمبادئها الشرعية الدينية. هكذا أرى مهنتنا، هكذا نرى أدوارنا، هكذا نرى مسؤوليتنا أمام مجتمعنا وأمام الله عز وجل. نعم، عندما يلج المرتفقون إلى مكتبنا يسأل عن الوثائق التي على ضوئها تتأسس هذه الوثيقة. نعم، طبعا يتم تزويده بالمعلومات والوثائق حتى يعني نعتمدها في توثيق عقد الزواج، منها وأهمها وهي الشهادة الإدارية التي يتم أخذها من
مقاطعة. ومعروف عند الجميع أن الشهادة الإدارية كيعطيها حنا نقول الدرجة المقدم، يعني كيمشيو يديروا طلب وكياخذوا معهم شاهدين ووثائق أخرى كيطلبها منهم المقدم على أساس أنهم تخرج لهم هذه الشهادة الإدارية اللي فيها مفصلة معلومات على الخاطب أو المخطوبة، اسمه، عنوانه، وحالته العائلية، أعزب أم أمل، المتزوج. كما قلت هي وثيقة رئيسة في بناء وثيقة الزواج. ثانيا هناك نسخة كاملة تؤخذ من مكان الولادة ويكتب فيها قصد الزواج، وشهادة طبية يأخذونها طبعا من الطبيب، يعني حتى يكون هذا الإنسان ليس فيه أمراض جنسية ممكن أن تكون وبالا على الشخصين، وطبعا نسخة من البطاقة الوطنية. وإذا كان الإنسان مطلق طبعا وثيقة الطلاق، وإذا كان أرمل كذلك وثيقة وفاة الزوجة أو الزوج لتثبت بأن حالته أرمل. هذا من ناحية تفصيلية للوثائق التي تعتمد في بناء عقد الزواج. بعد ذلك يتم طلب إذن من القاضي، تكتب فيه مجموعة المعلومات الخاصة بالخاطب والخاطبة مرفقة بهذه الأوراق الأصلية، فنذهب بها إلى المحكمة وتوضع هناك حتى يتم الاطلاع عليها، وبعد ذلك يطلع عليها قاضي التوثيق الخاص بالمحكمة فيعطي موافقته. بعد ذلك يتم يعني إخراج وثيقة تسمى الإذن بتوثيق الزواج، وتكون لها واحد العدد خاص بها، وهذه الوثيقة هي التي نعتمدها نحن من أجل كمرحلة أخيرة من أجل توثيق عقد الزواج. هنا بالمذكرة، يتم كتابتها بالمذكرة، بعد ذلك كتابتها في الكمبيوتر ويتم الإمضاء عليها، فتصبح الوثيقة في آخر مرحلة لها، وبعد ذلك يؤشر عليها هناك خطاب القاضي لهذه الوثيقة التي كتبت في الكمبيوتر هذا، وبعد ذلك يتم تسليمها كوثيقة رسمية إثباتية ثبوتية تحصن يعني كل الحقوق الزوجية، النسب والمال، والحمد لله، وتثبت حالتهم يعني الشرعية الحلال في العلاقة بين المرأة والرجل. دائما يعني يتم طرح السؤال عندما أذهب من أجل نذهب رفقة عدل إلى من أجل توثيق عقود الزواج، فهنا ترى الوجوه، يعني ترى كأنها رأت حدثا عجبا، فيتم السؤال هل هناك امرأة عدل توثق هذا عقود الزواج؟ فأقول نعم، المرأة قبل 2018 لم تكن أي امرأة قبل هذا التاريخ توثق أو في مهنة التوثيق العدلي، كانت مهنة حكرا على الرجال فقط. بعد خطاب جلالة بعد يعني الأوامر الملكية إلى وزارة العدل على أساس أن إن شاء الله النساء يجب أن يلجن هذه المهنة، ف 2018 في يناير 2018 تم الاستجابة إلى الدعوة الملكية، فولجنا النساء 299 امرأة إلى هذا الميدان، ومنهم المجازات، وبعد ذلك تم ولوج الدكاترة في 2020 مجموعة من النساء اللواتي لهن شواهد عليا للماستر والدكتوراه، فأثثنا المشهد المهني بالحمد لله بكفاءتهن بخبرتهن بقدرتهن على الرفع والرقي من هذه المهنة، فكنا إضافة نوعية إلى هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نشرف هذه المهنة الشريفة العريقة التاريخية التي تعتمد يعني تعتمد على ما هو شرعي وقانوني.
تعتمد على الهوية الحضارية المغربية والخصوصية المغربية. ونتمنى الله سبحانه وتعالى النسيحة في فضاء المرجعية الدينية والقانونية، ونحافظ كما قلت على هويتنا وحضارتنا وخصوصيتنا التي هي خصوصية عريقة وقوية ومشرفة. أي بدايات فيها تحديات، وأي بدايات فيها صعوبات، هذه سنة الله في جميع خلقه وقضائه وقدره. ولوج المرأة إلى مهنة التوثيق العدلي طبعا وجدت أصوات من داخل الجسم العدلي رفضا، استنادا على بعض النصوص الشرعية الفقهية التي تقول بأن المرأة لا يجب عليها أن توثق بعض العقود. طبعا نحن ولوج المرأة إلى هذه المهنة جاء بعد التفاتة مولوية من الملك محمد السادس حفظه الله، وطبعا مع تنسيق مع أعلى هيئة دينية التي هي المجلس الأعلى. فالمجلس العلمي الأعلى هو الذي أعطى الشرعنة والشرعية وأثبت للجميع عبر التزامه بأحكام الشرع وبأوامر الشرع وبالنصوص الشرع وبالفقه المالكي على أن المرأة يجوز لها أن تشهد على جميع العقود بجميع أنواعها بدون استثناء. طبعا الحمد لله هذه التحديات تم تجاوزها وتم قبولنا من طرف السادة العدول. وهناك تحديات أخرى ليس فقط داخل الجسم المهني ولكن مجتمعي، فنجد بعض الأشخاص، ولا أقول هذا، البعض هم القلة من الذين يتوجسون خيفة من قضية توثيق المرأة معية صديق معية زميلتها العدل أو زميلها العدل في قضية توثيق وثيقة الزواج. طبعا هذا التوجس يستندون على ما هو شرعي، وكما قلت المسألة حسم فيها. عندما نقول المجلس العلمي الأعلى الذي يضم كبار وخيرة العلماء الذين أعطوا الضوء الأخضر للمرأة على أن توثق جميع العقود، فهنا لا نقاش ولا داعي لدخول للنقاش، لأن نحن مأمورون بأن نعود لأولي الدين وأولي الذكر وأولي الفهم والعلم وأن نقف عند ذلك. والأولى لنا أن نخوض في الإشكالات الزواج، في إشكالات التوازن الأسري، في إشكالات الحياة السليمة والسعيدة داخل الأسرة. والحمد لله مقاصد الشرع ومصالح الشرع كلها تخدم صلاح الإنسان، وما هو فيه خلاف وحسم فيه فلا داعي للدخول فيه. ومعالم الصدق ومعالم الفطرة والجمال في العلاقة الزوجية، إذن الله لم يتركنا هكذا هملا، وإنما أعطانا من أنواره في سمائه في كتابه ومن قدوته الذي قل إنما أنا بشر، من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ننير به طريقة الحياة الزوجية لنعيش حياة مطمئنة فيها مودة ورحمة وسكينة، وحتى نصدق قول الله: ومن آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن نقف عندها وأن نبادر بتمثلها حتى نطيع الله وحتى نرحم أنفسنا وأسرنا وأبناءنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.